وشريت كذلك هادو، لقيت فيهم التخفيض ديالهم 95 سنت رخاصين، وكذلك السيارات 93 سنت الوحدة، كاع الحوانت كيديرو أورو 50. كذلك جيل الألوفيرا لقيتو دارولو أورو 65 يمكن، أورو 69. من بعد ما غسلتهم غادي نعمر فيهم المكسرات ونشوف شنو غادي. تقدروا ديروا فيهم حتى اللوز، تقدروا ديروا فيهم شو سميتو، تقدروا ديروا فيهم اتاي ديروا فيهم اتاي والسكر والقهوه يصلحوا كذلك. صراحه انا غير شفتهم شي جبتهم حيت كنت شايفاهم في المغرب عند البنات، كانوا كيشريوهم في المغرب وهنايا ما كانوش، ما عمري تلاقيت معاهم. كاينين في شو سميتو تشيبو ولكن 9 اورو 99 صاحبتي بزاف عند اكسيون. شوفوا تبارك الله شحال زوينين فنه كتحمق. عند اكسيون غير 3 اورو و99، مشي جبتها ولكن بالنسبه للاطفال غادي يهرسوها حتى يتزج. نقدر عاود بلا ما نخلط هاد وندير الزبيب هنا واللوز هنا وشي حاجه اخرى، المهم هادو ما يكونوش مخلطين. المهم دابا هادشي اللي كاين عندي درتو فيهم باش نبقاو ناكلو شي حاجه صحيه، انا عجبوني الصراحه. ويمكن غادي نزيد شي وحده اخرى، ما لقيتش، لقيت غير واحد الحبه وحده عاد ما لقيتهاش. مشيت سولته قلت له راه جيت نقلب على هادو ما لقيتهمش، قال لي راهم تما الا تسالاو. ومشى معايا، مشيت شفت لقينا وحده كاينه في الداخل ما شافها حد يمكن، وداك الشيء علاش لقيت غير وحده. يمكن غنزيد وحده اخرى ندير فيها اتاي اتاي والسكر اتاي والسكر والسكر مربع داك السكر ديال القهوه، ولكن فين غنديرها لافاب سميتو عامر. المهم فكرت غادي نديرها هنا، حيت جوج لامبات جاتكم شوية ندحس القضية. نشوف شي بلاطو آخر. قولوا رأيكم وجد زوينة ولا ندير لها شي بلاطو آخر؟ هاد البلاطو جا عامر بزاف مدحس عمرتو حتى قال بالك ليه. البلاطو رجع بلاصتو، إلا عجبتكم تمشيو
شوفوا معايا الأناقة، شوفوا شوفوا كتحمق من قدام. صراحة جات فنة، عجبتني. الزوج ديالها ماشي غلط بزاف زعما، عادي رقيق. الا طاح يتهرس، طيحة خفيفة غادي يتهرس. قولي رايكم واش عجبتكم ولا لا. انا غير شفتها ديريكت فين جبتها، وهي هادي ماشي صغيره زعما، شويه كبيره ما بيهاش بركه بالنسبه للحجم ديالها مناسب. المهم بغيت ننصحكم بهذا جيل الالوفيرا، زوين صراحه 92% ورخيص. نورمال كيدير اورو 99، اليوم داروا له غير اورو 69. عندي واحد وزدت واحد اخر غير هذا شيتو لختي. المهم كما قلت لكم السيارات حتى هما رخاصين. غنخلي لكم واحد الجوله، نخلي لكم هنايا واحد الجوله في هذا الفيديو اللي بغات تمشي تفرج شنو هما التخفيضات وشنو هو الجديد. هذه ما صورتهاش حيت ما لقيتهاش، ما كنتش لاقياهم اصلا حتى وصلت للكاسا عاد سولت عليها ومشى وراني فين كاينه. لقيت غير حبه واحده كما قلت لكم، صافي هذا الشيء اللي كاين. هادو غير كتعرفوا كتمشي تجيبي شي حاجه وكتجيبي معك شي حوايج اخرين. لا بس راه ما جبتش بزاف، راه هادشي راه مزيان. هادشي راه تقدم كبير. هذا اصلا ما محتاجاش، راه عندي واحد عامر واصلا ما عارفاش راسي واش غنمشي ولا غنمشيش. كنشري دابا لختي. المهم غير شريتهم وصافي. هادو بانوا لي رخاصين 93 سنت وجبت معايا جوج. هادو كذلك كيديروا اورو 19 نورمال، لقيتهم ب 95 سنت. وهذا مكان، نخليكم مع الجوله، نتمنى انكم تستمتعوا معايا والى فيديو اخر ان شاء الله. ما تنسوش انكم ديروا لايك وسبسكرايب او اشتراك وفعلوا الجرس باش يبقى يوصلكم الجديد. خليتكم على خير.